انا بعتذر منك، بتفقد الضوء عندي بس بعدني معك على السلامة. انت بتعرف الجرعه الثالثه نحن ليه اقريناها؟ اقريناها لانه بدانا نشوف انه في ناس عم بتخف مناعتهم مع العمر، خاصه المسنين كثير. لذلك الجرعه الثالثه يعني بالتوصيات اللي اعطيناها قلنا نحن مين هن اللي بحق لهم الجرعه الثالثه؟ قلنا المسنين، واذا بتلاحظ هلا اللي عم تجي دعوه لياخذ جرعه ثالثه عم بيكونوا الكبار بالعمر، والفئة العمرية حتقل مع الوقت، يعني حتبلش تنزل مع الوقت تدريجيا. قلنا الناس اللي عندهم نقص شديد بالمناعة واللي أخذوا جرعتين وما استفادوا، هول بحق لهم بالجرعة الثالثة. وخصصنا لقاح واحد بالجرعة الثالثة اللي هو الصيني، لأنه علميا صار مثبت عند كل المراجع العلمية بما فيها بالدراسة اللي عملناها نحن بلبنان، وبنفتخر انه عملناها ونشرناها باحد اهم المجلات، بتفرجي انه جرعتين من اللقاح الصيني غير كافيتين. لازم يعني كل واحد اخذ لقاح صيني يجب ان ياخذ جرعة ثالثة. قد تكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه، قد تكون من لقاح اخر. فاذا هيدي نقطة. النقطة الثانية، انا موافق معك 100% انه بعد في مناطق بلبنان ما عم بيصير فيها نسبة التلقيح عالية وما وصلتها حتى الجرعة الاولى او الثانية. هون السؤال، النقاش اللي عم بيدور بيننا وبين اللجان اللي موجودة بوزارة الصحة، واللجان اللي مفروض كلفت بالماضي لتنفذ السياسة اللقاحية اللي نحن اقترحناها، انه لما يعني دائما انت اذا بتطلع على الرسم البياني اللي بيطلعه وزارة الصحة، في مناطق ثلاثة أربعة ما راح سميها مبينة، عطوه نسبة التلقيح فيها متدنية ونسبة التسجيل متدنية. أنا برأيي العلمي والاجتماعي برأيي أنه ما عم يصير في جهد جدي بهاي المناطق لإقناع أهلها باللقاح، ما عم يصير في شغل جدي بهالمناطق لإقناع أهلها باللقاح. لذلك عم يصير في عنا مستويين في لبنان، في مناطق مثل بيروت ومثل جبل لبنان نسبة التلقيح فيها عالية، وفي مناطق تانية نسبة التلقيح فيها منخفضة، أو حتى نسبة التسجيل على المنصة أيضا منخفضة. انت بتعرف لهلا حتى اليونيسف اللي هي شريك كثير مهم بلبنان بالمعنى، اليونيسف معوده دائما على الدعايه والاعلام للاولاد الصغار. انت بتعرف اللقاحات قبل الكوفيد كانت معظمها رايحه باتجاه الاولاد الصغار. اليوم لاول مره انت بدك تعطي لقاح لمسنين وكبار وكهول، يلي معتبرين انه صار عمره 70 سنه وما صار له شيء، وانه هو صحته مثل الحديد ما في شيء بهزه. فاذا المقاربه اللي بدك تحكيها، المقاربة اللي بدك تحكي إياها هي مختلفة، ونحن بنعتمد على ناس مثلكم، يعني السوشيال ميديا، إنه نجرب نوصل لعقول وقلوب هالناس هولي يلي هن بالأساس بيعتبروا حالهم يمكن معهم حق، إنه نحن صرنا كل هالعمر ما صرنا شيء، منين هلا طلع لنا هيدا هلا بده يعطينا لقاح بعد ما صار عمرنا هالكبرة 70 سنة أو غيرها. لذلك نحن بحاجة إلى الذهاب إلى هذه المناطق، القعدة هناك بهالمناطق، مش نبعث باص يبرم شوي ويرجع ونتصور ونقول عملنا باص، لا، بدنا نروح لهونيك ونقعد هونيك، وبدنا نجرب نشوف شو المشكلة، نتعاون مع البلديات، مع رجال الدين، مع قادة المجتمع، مع المؤسسات الأهلية، مع الناشطين. لا يعني وخليني أقول لك، هاي المناطق اللي نسبة التلقيح فيها منخفضة هي حتى كانت تاريخيا منخفضة باللقاحات العادية.